الليار، الليار 300. طيب انا اشد جدا كل شيء انا طيب كده كده ما جاء اضرب اضرب ثاني كمان لا ما عم بضحك ايش دي ايش كمان طيب هنا ما نقص انا لا 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 يا حاج يا حاج انت عيان ولا شو؟ شديد ولا صحيح؟ طيب مالك في شو؟ لا الله يعوض يا ولدي نظر ما ضربت هتضربها بيا جاي على فرقه بيا جاي شنو دي؟ اجيب في الفرقه دي تنقدلي تاني بيا جاي شنو يا حاج؟ هات في القده دي يجيني تاني قده بيا جاي شنو؟ شنو دي؟ هالبروشه ساكن في منطقه بيا ما هي؟ ما هي منطقه مش صرفت انت الليله؟ صرفت الليله لكن نذر ما ضربتها عبت تتوزع لي. ليه مش ادينا ناس الدكاكين وعم بريت على الايجار والناس كلهم سددت ما اديت والديهم كيف انا كم ما ضربت الديون دي ما كثيره. الديون كثيره. طيب عندي لك اختراع يا حاج. رايك شنو؟ انا عندي برنامج تمام جدا اللي عملته انا كلمتك بيه بتاع الكمبيوتر ده. انزل لك في البرنامج طق 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 ويضرب لك براوة الكمبيوتر ده. اقول لك انا البرنامج في راسته في الكمبيوتر ما في. لانه ما ضربت معي ابد تجي كمبيوترك والله ما بتجي يا حاج اسمعني الكمبيوتر ده والبرنامج ده انا قاعد اضرب به حساب شركات ومنظمات يعني خلي مرتبك ده تعال تعال اسمعني مليني مليني اسمعني لحظه نعم اسمعني لحظه ايوه والله ما بتتضرب انا عقلي ده اخطر من الكمبيوتر ابى تتضرب لي اكتب عندك الايجار 300 سيدة دكان 70 أيوة كهرباء 30 أخوك الصغير ده 5000 في الجامعة نفايات 3000 ترحيل للشفة بتاع الروضة 500 علاج ب 800 مويه 16 جنيه أدوية 135 أكل وشراب أكل وشراب اليوم ب 20 في 30 طيب ها الجمعية بتاعت الحي أيوة 20 أدوات مدرسية وكده والحاجات دي يقول 500 أيوة وعشر جنيه بتاعت الحي بتاعت الجامعة الترحيل 10 بتاعت الترحيل جدا تاني في شنو؟ الكشف بتاعك بتاع النظر أيوة كشف النظر كم؟ كشف النظر ما بي 15 والنفايات كتبتها؟ أي وناس العتب بس انا ضربي لك جدا 5 دقائق ده كله يا حاج اسمه الانبوت يعني القروش الداخله الانبوت مرتبك ده انبوت كمبيوترك حيني ما كلمتك يا ولدي قلت لك كمبيوتر ده ما بيقدر عليه مرتبي ده